بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام على بركة الله وعلينا انطلاقة شوط الختام الحامل في طياته القعدان الاجذاع المهجنات على بركة الله اعلنت الانطلاقة بدا هذا التحدي وهذا الصراع مباشرة مع المركز الاول مع الصداوي مبارك بن راشد بن محمد الخيلي يحتل المركز الاول المركز الثاني القادم مطرب مسلم بن حمد بن رميلة العامري هو الحاضر وهو القادم مع المركز الثاني المركز الثالث القادم والمنطلق مجد سعادة احمد بن سلطان الحلامي المركز الرابع وتابع لهوب عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي هو الحاضر المركز الخامس القادم شعار المجازف محمد بن عتيق بن زيتون مقدما للحذر المركز السادس القادم مشقي سلطان بن علي بن عمير الاكتبي هو الحاضر مقدما مشقي المركز السابع الانطلاق والحضور تابع راهي حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري هو الحاضر المركز الثامن القدوم والحضور وتابع جزيل سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي بينما المركز العاشر القادم والمنطلق المتحد عبيد بن سيب بن محمد السلمي آل المنصوري هو الحاضر هكذا هي النتيجة يا من تتابع يا من تراقب ولكن لنا عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول من ينطلق لهوب عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي بدأ يسيطر على أول المراكز المركز الثاني شعار خطير شعار كبير بدأ يتدخل في هذه اللحظات مجد سعادة احمد بن سلطان الحلامي مقدما للشعار المركز الثالث القادم والمنطلق الصداوي مبارك بن راشد بن محمد الخيلي المركز الرابع القادم مشقي هو الحاضر سلطان بن علي بن عمير الاكتبي المركز الخامس وتابع مطرب سالم بن سالم بن حمد بن رميلة العامري مقدما للشعار الله يا هذا الصراع والنزاع اشتدت المعركة بدا هذا التحدي بدا ينطلق مشقي مع الصدارة سلطان بن علي بن عمير الاكتبي مقدما لنا مشقي بهذا الاداء الكبير بهذا الشكل المميز الله يا مشقي وادائه وعروضه بدا يغادر في هذه اللحظات المركز الثاني وتابع القادم والمنطلق وتابع الصداوي مبارك بن راشد بن محمد الخيلي المركز الثالث وتابع انطلاقته وتقدم لهوب عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي هو الحاضر مع المركز الثالث وشعار راعي الطير قادم مقدما سياف غصاب بن مصباح راعي الطير العامري بدأ يقترب ولكن مشقي مع
الصدارة ومع الانطلاق الكبير يقدم هذا العرض سلطان بن علي بن عمير الاكتبي ينطلق بالصدارة ينطلق بالعرض الكبير بعرض الكبار عرض العمالقة الكيل الأخير الكيل الخطير الكيل إلا اللي ما فيها إلا النار يا وطيها الله يا مالك مشقي الله يا مالك مشقي راح الطير قادم راح الطير قادم مع سيافة ولكن مشقي مشقي الأمتار الأخيرة اتحرك سيافة ولكن مشقي عصات أبو بطانة عصات أبو بطانة بالعرض الكبير بالعرض المميز أي تحدي الاكتبي أي تحدي سلطان بن علي بن عمير الاكتبي الله على هذا الأداء الخطير عرض العمالقة عرض الكبار هذه العروض وإلا فلا يا الاكتبي يا من قدمت مشقي مشقي سلامي يا الاكتبي الله على هذا العرض الله على هذا الأداء العصاب البطان بشداده يضيف هذا الإنجاز لإنجازاته السابقة مشقي مشقي الله عليك يا الاكتبي سلطان بن علي بن عمير الاكتبي بالرقم واحد وهو عنوان للرقم واحد سلامي الاكتبي سلام مشقي تانينا والناموس سلطان بن علي بن عمير الاكتبي المركز الثاني كان متابعينا كرام جلاد مبارك بن مظفر بن محمد العامري المركز الثالث المركز الثالث كان سياف غصاب بن مصبح راح الطير العامري بالمركز الرابع كان عز الجيش سعيد بن علي بالسم المنصوري والمركز الخامس انا مع المركز الخامس الصداوي مبارك بن راشد بن محمد الخيلي اذا تهانينا والناموس مشقي متابعينا الكرام بدون اي اوامر صاحب انجازات عديدة وبطولات 7 دقائق 38 ثانية 5 أجزاء من الثانية بدون أي أوامر تذكر على مشقي سلطان بن علي بن عمير الاكتبي تهانينا والناموس المركز الثاني كان شعار متابعينا الكرام جلاد مبارك بن مظفر بن محمد العامري 7 دقائق 40 ثانية 3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس بينما اللي احتل المركز الثالث كان متابعينا الكرام سياف غصاب بن مصبح راعي الطير العامري وتوقيته الزمني 7 دقائق 41 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.